اهلا وسهلا، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، ان شاء الله تكون صحتكم بالف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي داري في مصر. طبعا هذا هو اول فيديو لي، ان شاء الله راح يكون هنايا، وهو جبت معايا من الجزائر. اول حاجه بغيت نقول لكم اني كي جيت لقيت سخانه، انا خليت البرد في الجزائر، جيت هنايا خليت سخانه. ديجا توباكم شتين، حنا مازلنا مصيفين، انا جيت طول شعلت كليماتيزور اول يوم، ومن بعد وليت طفيت وخفت نمرض باسكو تغير الجو، راكم عارفين. دوكا رانا غير بالفونتيلاتور، هذا ما كاينش شعلو فيها، مي مزال سخانه. هذه المره اصلا الشتاء طول، نستناو باش يدخل علينا الشتاء. العام اللي فات دخل شوي بكري، ماشي كيما هكذا، مي دوكا رانا رايحين لديسمبر ومازال ما جاش. فراح نوريكم البنات واش جبت معايا من الجزائر. شوفوا اول حاجه الحمد لله ربي، منعت كابا لكن كاين كابا راحت لي، كانت فيها غير ماكلة الحمد لله ربي. كنت خرجتها من المطار تاع ناصر ولا بالناش اسكو راحت في الطوموبيل اللي كنا رايحين اللي وصلتنا لوتيل، والله نسيناها طوال المطار. مي الحمد لله على كل حال جات في الماكلة وغاضتني، صح ولا غير غاضتني؟ سورتو كي تجيبو حاجة الغربة وهكا. مي الحمد لله يا ربي جات في ماكلة وما جاتش فيها حاجة كبيرة. ولا اول حاجه نوريكم واش جبت معايا. اول حاجه بغيت نوريكم هادو، انا خصوني مرميطات ولا كل واحد كيف يقول عليها، بوبيطات ولا كيما تعرفوا. كانوا عندي هذوك مستحفظت بهم، بصح دوكا حسيتهم خلاص بداو يروحوا، حبيت نبدل جبت هادو. انا جبتهم في الغاز، الاخرين ثاني كانوا عندي في الغاز، هذو ثاني جبتهم غاز، على جال عندي هاك البرمة والكسكاس تاعها في الغاز، وعندي هكا شويه ماء في الغاز، فما بغيتش نبدل الكولر وحده اخرى ثاني. هادو جبتهم في الغاز، شوفوا جبتهم ثلاثه، هادو ثلاثه شريتهم 690. هادو مغطيهم تاع الزجاج، الاخرين ما كانش تاع الزجاج. كامي رحت بدلت باتري وحده اخرى، قلت لكم هادو جبتهم ثلاثه، كاينه هذه الصغيره وكاينه المتوسطه ها هي، وكاينه الكبيره. هادو قلت لكم انا شريتهم 690. هادو زوج المتوسطه والصغيره خبيتهم لماما مصرا لهم والو. هذه الكبيره لقيتها شويه طبزت لي، مي ستفت يعني حاولت اني نسقمها وخلاص. ها هذه هي الكبيره تاعي. هذا الكاس جبته انا عجبني، شريته قلا 80000 ولا، المهم عجبني فيه فريزه تاع تيزانات، عجبني جاي كيوت ويهبل، جبته ليا. ودوكا نبداو بالكعبة، نموت على هاد الفيديو تاع فتح الشنط بعد السفر، هذو اللي نحبهم بزاف. المهم اول حاجة البنات جبت الخميرة تاع الكاطو، ها هذه خميرة تاعنا تاع نوارة، ما استغناوش عليها. المهم جبت منها انا خميرة تاع الحلويات نوارة. ثاني حاجة جبت معايا البيول، ديول تاعنا، ديول اصلا ماشي موجودين في مصر، راكم ما تلقاوهمش في مصر. اغلب الحوايج اللي نوريهم لكم راه ما كاينش في مصر، علاه حنا نبغي نجيبوهم ولا تلقاوهم وماشي ذوق كيما تاعنا. تسمى حنا موالفين بتاعنا نحبو نجيبو هكا تاعنا. كيما ديول ما كاينش في مصر، ديول كاين واسمهم يا ربي نسيتهم، كاين السمبوسه هذيك، السمبوسه شويه تشبه لها، مي ما تجيش مدوره كبيره هكا، لا هذه ديول تاعنا كبار. المهم جبت الديول، جبت معايا هذه شفارة كابريز، هذه نقول لكم شكون جابها لي، ربي يحفظها ان شاء الله، شكرا ليها بزاف بزاف وكثر خيرها، هي اللي جابت لي. والليله اللي مروحه فيها جات يعني جات قالت لي هات نعاونكم، طيبت لي المبرجه، عاونت ماما كثر خيرها بزاف بزاف بزاف. يعني كنت جبت معايا المبرجه والرفيس، فكي كيما على بالكم المبرجه دير السخانه، ما بزاف ما تقدرش هذيك السخانه القويه، فهي اللي جات طيبت لها المبرجه، ربي يحفظها ان شاء الله وشكرا ليها بزاف بزاف. المهم جابت لي كابريز، وجابت لي ثاني دقله، وجابت لي البربوشه، لكن للاسف الدقله راحت لي مع الكابا اللي تودرت لي، ف ما تفكرونيش فيها. جبت هذه ماما، الحوايج هذو تاع الاولاد كنت تعرفوا ماما، جبت شكاره تاع مصاصة، قالت لي دوك ولادك ديها لولادك، ما خليت ما تجيب لهم شكاره تاع مصاصة. جبت معايا زيتون كاسي، جبت هذو حبيت نجيب هذو المقفولين، كل ما نحتاج يعني نجبد منهم، جبت هذو زوج ساشيات شريتهم ب 11000. ها هذا تاع زيتون كاسي. الشيكولا هذه لقيتها ديجا، شوف لقيتها دير 40 ولا
عجبتني قلت خلي نديها ليه بعد ندير لهم بها ساندويتش بيفا. ديجا ها جبت هذه بيفا جبتها على جنب وجبت ثاني لابيل تاي يا اختي تاي تاي الاخضر كان طيب. جبت ثاني هذه البنات انا هذه عجبتني بزاف شريتها ماما تاع الفريش وتاع الدار مي ريحتها روعه روعه ريحتك تقريبا الكراميل هذه وقيله مامون الكراميل هذه ريحتها تهبل هذه الزرقاء باسكو كاين الالوان كاين الحمراء كاين مبليش انا عجبتني الزرقاء ريحتها تاع الفريش تهبل جبت واحده شريتها 35000 قلت ولا غندي واحده. جبت ثاني الكاشير ديجا الكاشير تاعها محمود يموت على الكاشير محمود عطيني الكاشير تاعنا وخليه. جبت هذه الكاشير جبت ثاني هذا الفورمات تاع لي غراتا شيكولا شيكولا جبت مينا هذه مونا ولا مينا ولا جبت هذه وجبت من لومباسادور منوار. المشكل تاعي اني قسمتهم في الكابا اللي راحت لي والكابا هذه سما حطيت شويه منها وشويه منها دوك هذو هما اللي منعتهم كيما نوار وامباسادور كنت جايبه منهم وقيله ثلاثه ولا اربعه المهم ثلاثه ولا اربعه اللي لقيت عندي غير وحده من هذو هذا ما كان. هذه ثاني قسمتهم راحوا في هذيك جبت هذه ثاني وهذه نورمال الاولاد وهذه هذو بك اللي منعو هذو جبت منهم ثلاثه قعدوا كيما راهم لا هذو راحوا لي معي الكابا اللي راحت لي مي معليش يعوض ربي ان شاء الله. وكانت ماما حطت لي شاتلهم لي بسكوي شاتلهم لي كاطو كل حطتهم لي ثم بكم خليت هذيك غير تاع ماكله انا ما كان مي للاسف راحت شات بيمو بيمو هذوك كل راحوا لي ثم مي معليش. هذا كونفيتير خدمته لي هي جبته ثاني قالت لي والله غندير لك دي معاك الاولاد انا واقفه ندي معايا هذا كمان قالت لك تدي لهم فيا ساندويتشات. جبت معايا ثاني شويه تاع لي زيبيس تاعنا هذو لي زيبيس ما كثرتش جبت غير شوي هذا من كان بنات هذا كان عجبني بزاف شوف واش ما نحط فيه نصور لكم كان عاجبني جبته كاين هكا وكاين الصغير وكاين الكبير انا جبت المتوسط بعد والصغير ثاني جاني صغير بزاف سما المتوسط ومين نشري حاجه ماما تقولي باكاش من الوزن تاعي الحمد لله لقيت الوزن تاعي قد وناقصة كيما كبيت نورمالمون عندنا 23 كيلو مي انا لقيتهم 22 ونص يعني ناقصين شويه الحمد لله. هذه في الميزان يولي فات ما كنتش هدرت معكم كنت عيانه بزاف غير المصريه شوفوا هذاك الشيف تاعهم عندي ما نقولكم كنت جايبه كعبات ومغلفتهم في الدار مغلفتهم مليح قال لي ربي سهل تروحي تزيدي تغلفيهم هنايا فماني مغلفتهم قال لي تزيدي تغلفيهم انا ما نسحقش كعبات هكا تغلفيهم وديجا منعنا هذ الكعبات لازم تجيبوا فاليزات باسكو هذ الكعبات يتحلوا. قلت له انا ديما نجيبهم ما يتفتحوليش جامي تفتحت لي كعبه نغلفهم في داري نغلفهم مليح بهذاك تاع الفاليزات ونزيد نغلفهم بسكوتش الكبير ما يتفتحوليش. قال لي تروح تغلفيهم ربي في المطار الكباب 90000 يعني اللي عنده 7-8 طيح لهم على باش 500 ولا 600 هذه بغيت نقولها لكم على المصريه يجبركم انكم تزيدوا تعاودوا تغلفوا الكابات تاعكم. المهم جبت هذه كش ما نخدم حبات كاطو ولا كش ما ندير بها انا جبت نوار جبت هذه تويسكو شوفوا هاد الحوايج كيما تعرفوهم هادو كيما تاع الولاد هذاك تعرفوهم ماما اللي تحط لي فيهم. هذه تاع الحليب القهوة البنات انا مانيش نشرب القهوة الحمد لله اني ما نشربهاش لانه كنت جيت نشربها مدمنة عليها تخلص لي نهبل فالحمد لله كاين القهوة هنا يمي كاين جزيريتي يحبوا القهوة تاعنا هي كاينه هنايا بصح كاين اللي يحب القهوة تاعنا يولي كيما نقولوا مدمن عليها فانا جبتها غير محمود هذا ما كان جبت له هذه وجبت له هذه وما يشربهاش بزاف مرات هذا ما كان عليها ما جبتوش بزاف جبت له واحده من هذه اراما وهذه جبت له واحده من هذه هذا كريم فريش هذه للقشطه طازجه واسمها لي غراتا وهذه الحلوه الحلويات
جبت هادو زوج. هادو قلا شيتهم 15000 ولا 15 15. ولادات تاعهم هي بعيده تما، كاين الاخرين لادات تاعهم قريبه تقعد غير شهر ولا وتكمل، مي هذه لادات تاعهم شويه مليح. جبت له ريسه وجبت الطون اختي، يعني لا الطون جبت الطون على جال ولادي، جبت تاع الزيت غير ثلاثه ولا تاع طماطم جبت من الطون. الطون هنا تاع طماطم احنا ما عندناش تاع طماطم هنا، انا وين لقيتو لقيتو نهار رحت للغردقه، نهار رحت للغردقه عندهم طون تاع طماطم كليتو. بصح هنا في اسيوط ولا في القاهره ما حوست عليه ما لقيتوش، تقريبا يتباع غير في ذوك الولايات كيما نقولوا الساحليه. معايا هذا الفاني كراميل، هذا دوك نحتاجهم، هذه ما نعرفش شنو، وقهوه الذوق تاع القهوه والفاني والكراميل هذو. هذه كانت عندي وقيله حطت لي ماما واحد 10 ولا هذه هي كي راح تشري لي الحوايج، قلت لها هذه تحبها بزاف بزاف ماما. لقيت هذه كرتونه تتباع فيها وقلة 20 ولا 25، شريتها لماما قلت لها كي نشريها لك نهار روحي، على بالي بلي تروحي تبداي تبكي وهكذا، قلت لها مي تتفكريني هزي حبه شيكولا وكوليها. كي بنت مروحه حطت لي منهم، قالت لي ولا غنتي ثاني نحط لك منهم. ربي يحفظها ان شاء الله وربي يكمل شفاها ان شاء الله، ربي يشافيها. وشكرا لكم بزاف على تعليقاتكم على الفيديو اللي فات، فرحت بهم بزاف بزاف ما تتوقعوش شحال فرحتوني. والحمد لله رجعت لداري، والحمد لله رجعت لداري. دوك اللي كانوا يقولوا لي بدلي الاسم علاش كي كتبته جزائريه في مصر كيف الجزائر، كانت اخرتها موليه، لانه انا على بالي بلي راني موليه، سما مخليه العنوان عليه نبدل جزائريه في الجزائر، والله على بالي بلي انا موليه موليه، فلهذا مخليته. ثاني زوج كاير سكر كلاصي، والسكر كلاصي نحتاجو، جبت منه زوج كاير او زنجبيل، انا فرغتهم من البطاطا تاعهم، دوكا مين في الشتاء نحب نشربهم بزاف، فجبت منهم نعناع وزنجبيل. كراميل فلون، بالنسبه للفلون اللي عندي انايا كيما شيكولا وفاني، لانه انا المره اللي فاتت جبت ساشي تاع ساشي الكبار مازالوا لي منهم نص نص، فاذا بربي ان شاء الله ما استعملتهمش راني نديرهم في رمضان لانه المده تاعهم زالت، واذا استعملتهم كشفا تبعث لي ماما والله يعني الله اعلم. هذا كراميل، جبت هذه ثاني، هذه تاع المانجا، شوفوا ريحتها روعه، انا هذه شريتها من بارك مول، ها روعه 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 تاع الكراميل. ديجا متكسروا لي هادو مي معليش هي تكسرت، شوفوا البنات ريحتها، ريحه المانجا بصح ريحتها تحفه تحفه تحفه. دوك نحطها هنا في الصالون. وجبت هادو الشموع، ديت انا زوج هادو ماما جابت زوج، هذه قصتهم قصه، دوك تشوف ماما الفيديو تتفرجوه تتفكر تفكري الشموع هذو قصتهم قصه والله. جبت انا وحده نوار وحده موف، وهي ثاني جبت وحده نوار وحده موف، هذو اللي يطلقوا الريحه. وجبت ثاني بربوشه البنات، انا هذه الساشيه فيها 5 كيلو هاك طعام، جبت هذه تاع 5 كيلو لانه هنا ناكلوا الطعام بزاف، وهنايا في مصر راكم ما تلقاوش طعام الجزائري، تلقاو فقط التونسي ولا المغربي، هذوك يجوني خشين، هما وخشين الطعام تاعهم خشين. نهار كنت انا هنايا وما كانش شكون يجيب لي الجزائري كيما قعدت في الكورونا هكذا كنت نشريهم، كي روحت للجزائر ومن بعد وليت ناكل في تاعنا كشغل جاني طعمه غريب، لانه انا والفت ناكل الخشين هذاك شغل جاني رقيق، من بعد كي وليت ناكل بزاف والفته. المهم جبت هذه ساشي تاع 5 كيلو، ها نحبو بزاف وناكلوه. بالنسبة كنت جايبة في الكابارة الأخرى اللي راحت لي رتلي بيسكوي قاطو بيمو، هذو كان ثاني فيه الشيكولا، وكان كنت جايبة واحد البولة هكا تاع فرماج تاع البيتزا هذيك النابولي هذيك الكبيرة هكا ندير بها بيتزا ولا الكغاتا، راحت لي كنت جايبة ثاني فيها شكارة تاع شخشوخة حوايج هكا، راح لي فيها الكتاب، كتاب تاعي نحب نقراه بزاف تاع علاج القلق، راح لي ثاني ثم يعني راحوا لي فيها حوايج مي الحمد لله اللي جات فيها غير ماكله، هذا ما كان ما جاتش فيها حاجه كبيره ولا ما تصبرني في هاد الحوايج. ماما تقول لي الحمد لله اللي جاتك في حاجه كيما هكا ما جاتكش في حاجه كبيره فيك ولا في ولادك ولا في راجلك ولا، يعني الحمد لله يا ربي. وجبت معايا ثاني المبرجه والرفيس،
هادو كلينا وديت يعني البيت شيخي مبرجه والفيس ما بغيتش، قلت لها ما ديري ليش كاطو لانه ما نقدرش نهزو انا وحدي مع ولادي ولازم الكاطو طلعوه معاكم الطياره بسكويت فتت، ما نقدرش نطلع معايا حاجه كبيره لانه حكمه وبنتي منا وبني منا وصغار ما يعرفوش خلاص. ف قلت لها ديري لي غير باطه، وكي دارت لي داك الباطه قلت لها بزاف هذا ناقص لي ندير لي غير برطونجي صغير، قالت لي والله ما ينقص. درت لك غير البرجه والفيس تحسي ديري تقولي لي ناقصي، خلي الاولاد ياكلوا دوك ولاو غير الاولاد. الحوايج الاخرين البنات جبت الفراش، جبت الشومبره تاعي وجبت يعني عمر راهو لتحت في المنور كيما نقولوا حنا المنور تاع بيت شيخي ويعيط لي. وجبت ثاني الشومبره تاع ولادي هكا شويه حوايج، وجبت للصالو ثاني من المره الجايه ان شاء الله نوريهم لكم باه ما يجيش الفيديو طويل، يعني وريت لكم الحوايج هذو تاع اللي جبتهم معايا. كوبي الفيديو البنات جبت لكم اليوم واحد الباخفه ومرطب للجسم روعه روعه روعه، يعني اللي تحب تشري خصوصا العرايس ولا اي وحده ماشي غير العرايس هايل هايل. يعني بعد ما جربته انا هذا الماركه البنات تاع ريماس اللي دائما نوريها لكم، والحمد لله كاين بزاف ناس شريوها وعجبتهم عجبتهم. هذه المره خرجت باخفه وخرجت معها مرطب للجسم حليب للجسم، ها انا جربته هذا وروعه. البارفا البنات خريفيه شتويه، انا كي كنت في الجزائر اغلب البارفا تاعي من عندها لانه الريحه تاعهم هايله وهبال. هذا خريفي قلت لكم شتوي روعه روعه، شوف ولا غير يهبل ما تدبوش عليه، وعلى بالي بلي تعجبكم يعني ريحته ثاني هايله ويرطب تحفه. ني قفلتها على جال ولادي، شوف هذا الا درتو كود برومو البنات وكتبتو اسم القناه تاعي راح تديوه ب 390000، تديهم في زوج ب 390000. هذا مكان العرض راح يكون 48 ساعه بعد ما نحط لكم فيديو، يعني اللي تطلب في 48 ساعه راح تديه بهذا التوصيل مجاني لجميع الولايات الباب الدار. استغلوا الفرصه ونوريكم كيفاش تمليو الاستمارات، تكتبوا الاسم اللقب العنوان نيميرو تاع التليفون ومن تحت تكتبوا اسم قناتي باش تديوه بالتخفيض. الا كتبتوا جزائريه في مصر راح تديوه بالبري تاع 390000، اذا ما كتبتوش راح تديوه بالسعر تاعها ما كنتي تطلبيه، يوصلك لباب الدار والتوصيل راح يكون مجاني. تزيدي تديه تديه بتخفيض اللي هو 390. وهنا جيت نوريكم كيفاش ديروا الطلب تاعكم البنات، انا خليت لكم الرابط في اول تعليق مثبت ولا صندوق الوصف، تدخلوا فيه هنا تكتبي الاسم واللقب تاعك، ثاني حاجه تكتبي الرقم تاع الهاتف، ركزوا على المعلومات ركزوا سورتو على رقم الهاتف باش كي توصل يعيطوا لكم. ومن بعد تكتبي البلديه وين تسكني، واش من بلديه ولا ثاني تكتبوا الولايه تاعكم اي ولايه. في 48 ساعه لو كانت تطلبوا راح يوصلكم توصيل مجاني، لكن بعد 48 ساعه تخلصوا توصيل 50000. كود برومو البنات تكتبوا اسم قناتي اللي هو جزائريه في مصر هكذا باه تديوه ب 390 باسكو هو كان يدير 690. هذه هي مل الاستماره وديروا ارسال. دوكا نقول لكم شكرا لكم بزاف على المتابعه تاعكم، شكرا لكم تعليقاتكم، ربي يحفظكم ان شاء الله ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جديده ان شاء الله. دوكا فيديوهات في داري عندي تنظيف تغييرات ان شاء الله نشاركها معكم، يعني عندي حوايج بزاف متحمسه باش نشاركوها. دوكا نقول لكم تهلاو في رواحكم، تجديروا لي لايك على الفيديو، ابوني في الانستغرام، وبسلامه.